نبي إيليا اسمه بدل عليه، يعني هو نبي وبيحكي للناس كلام الله، مثله مثل النبي موسى والقديس يوحنا المعمدان. عاش النبي إيليا بالبريري وكان يتكل على الله بكل شيء، مشان هيك هو شفيع الرهبان. وكمان الشعب بيحبه كتير، مع إنه هو من العهد القديم من القرن التاسع قبل الميلاد، مشان هيك منشوف كتير أهل بيسموا ولادهم إلي والياس وإليس. أقولكن ليش الناس بتحبوا هالقد؟ الجواب بسيط، لأنه النبي إيليا كان يحب الرب من كل قلبه ويغار على كلمة الله، وصار معروف بإيليا الغيور. وكان شعاره دايماً الله حي، وبينكتب هالشعار بالنحوي: حي هو الله الذي أنا واقف أمامه. عاش النبي إيليا بأيام الملك أحاب. هالملك ابتعد عن الله كتير، لدرجة إنه فوت على إسرائيل هو وزوجته إيزابيل عبادة لإله وثني معروف بالإله بعل. وقف إيليا بوجهه ووبخه بقوة، لأنه كانت غيرته كبيرة على بيت الله. وهيك لازم يكون كل إنسان مؤمن بيسوع، وما يقبل إنه بيت الله يتدنس ويفوت عليه آلهة غريبة. لأنه بيت الله هو بيت كل واحد منا، وقال إيليا باسم الله إنه ما رح ينزل شتاء إلا عند كلمته، وهيك صار. وقف الشتاء لمدة 3 سنين، كان دايماً يلاقي مي بالأرض تيشرب. راح إيليا على نهر كريت بوجه الأردن، وهنيك كان الله يبعث له غربان تيجيبوا له أكل. Merci, Seigneur. ولما يبس النهر طلب الله منه انه يجي على لبنان على صرفة صيدا.
المعروفة بالسرطان. كمان هنيك التقى إيليا بأرملة عطيته مي ليشرب، وما كان عندها إلا كمشة طحين وشوية زيت تتخبز فيهم. ولأنه هي صدقت كلام الله يلي قال لها يا إيليا، وخبزت له ياهن تياكل. بارك الرب وزاد عندها الطحين والزيت بطريقة عجائبية، وما عادوا ينقصوا طول أيام الجفاف. ومرض ابنها الأرملة ومات. إجا إيليا وحمل الصبي وطلعوا على التدخيتة وصلى فوق منه 3 مرات على اسم الآب والابن والروح القدس، فرجعت لإله الحياة وقام وعاش. وبالسنة الثالثة من الجفاف راح إيليا عند الملك أحاب واتكل على الرب وتحدى الملك وكهنة البعل كلهم، وطلب منهم إنهم يلاقوه على جبل الكرمل تيفرجيهم من هو الإله الحقيقي. وهنيك صرخ إيليا بوجه الشعب وقال لهم أنتوا صلوا لإلهكن وبرجع أنا بصلي لالله. والإله يلي بيبعت نار من السماء بيكون هو الإله الحقيقي. وهيك عملوا كهنة البعل مذبح وحطوا فيه طور وحطب وبلشوا يبرموا حوله ويصرخوا بأعلى صوت لإلههم من عبكرة للظهر. ويا حرام ما حدا رد عليهم. وهن داخوا وقعوا على الأرض من كتر ما برموا على الفاضي. من بعد ما تمسخر عليهم إيليا وضحك عليهم قام ورمم مذبح الله يلي كان مهدوم وحط التور على الحطب وزاد عليهم مي. ركع إيليا وصلى من كل قلبه لالله. قدام كل المجتمعين نزلت نار كبيرة من السماء
حرقت التور والحطب وما بقي منهم شيء. وهيك شهد الجميع إنه إله إيليا هو الإله الحقيقي وما في غيره إله بهالكون. ومش بس هيك، كمان ركع إيليا على الأرض وصلى لالله حتى تبلش تشتي. فعلاً نزل شتى بغزارة كبيرة، ولما عرفت الملكة إيزابيل بكل اللي صار غضبت عليه وقررت إنه تقتله مثل ما قتل إيليا كل كهنة البعل. ساعتها هرب على البرية وبقي هنيك. ومثل ما افتقدوا الله أول مرة بالمجاعة، كمان هون ما تركوا، لأنه الله ما بيترك اللي بيتكلوا عليه. وإجا ملاك الرب لعنده وجاب له أكل، وكمل إيليا طريقه هو وصايم 40 يوم لحتى وصل على جبل حوريب بسينا، مطرح ما الرب حكي مع موسى. وهنيك وقف إيليا على الجبل تيعاين الله. هبت أول شي ريح قوية كتير كسرت الصخور، ولكن الله ما كان فيها. ورجع صار زلزال وكمان الرب ما كان بالزلزال. ورجع صار في نار وكمان الله ما كان بالنار. ولكن آخر شي مرق نسيم خفيف، وهون الله كان موجود. وهالشي تيعلمنا إنه لا بالغضب ولا بالصريخ ولا بالضجة ولا بالموسيقى العالية منلتقي بالله، بل بالهدوء والصلاة. وكمل إيليا حياته على الأرض يحب الله ويغار على كلمته، وكان الله دايماً معه. ومرة كان واقف إيليا قدام نهر الأردن بده يقطع، صلى لالله من كل قلبه وحمل عبيته وضرب المي فيها. وبلحظتها انشق النهر لقسمين. وبآخر حياته قد ما كان قلبه مشتعل بحب الله وهو وعم يمشي مع تلميذه إليشع، هبت عاصفة وبعت له الرب مركبة نارية عم بتجر أحصنة. طلع فيها إيليا صوب السما
من بعد ما ترك عبيته لإليشع حتى يكمل مسيرته على خطاه. وهيك بنتعلم من النبي إيليا إنه نصلي بحرارة ونغار على كلمة الله ونتكل عليه بكل شيء، لأنه الله هو دايماً معنا وما بيتخلى عنا أبداً. هللويا.